السلام عليكم دفعتي، معاكم زميلتكم لجين الصفدي، مكملة معكم بشرح محاضرات الباثولوجي لهذا السيستم. المحاضرة الثالثة بتحكي بشكل أساسي عن السوفت تيشو تيومر، السرطانات اللي بتنشأ من السوفت تيشو، تمام؟ هون بالبداية عم بحكونا عن جنرال كاركترستيكس، يعني صفات عامة للسوفت تيشو تيومر. Classified according to tissue of origin sometimes unknown present at different age group. بحكي لنا إنه التصنيف بيعتمد، تصنيف الـ soft tissue tumor بيعتمد على tissue of origin، يعني عن المكان اللي طلع منه التيومر. مثلا هذا التيومر طلع من adipose tissue فبسموه مثلا liboma, liposarcoma، هيك حسب التيشو اللي بيطلع منه. على الرغم إنه التصنيف بيعتمد على نوع او المكان اللي بيطلع منه التيومر، لكن بعض الاحيان بعض التيومر انا ما بعرف شو المصدر تبعها، فبالتالي بتكون من unknown origin، تمام؟ وبالنسبه للجنرال، بالنسبه للسوفت تيشو تيومر ممكن تصيب اي شخص باي عمر، present at different age stage، صغار الكبار كله معرض للاصابه بالسوفت تيشو تيومر. present as enlarging mass، يعني بيجي عندك شخص وبشكي هذا الشخص من انه في عنده كتلة عم بيزيد حجمها، عم تكبر، يعني هذه الصفة العامة اللي ممكن تظهر فيها السوفت تيشو تيومر. ماجوريتي سبوراديك، معظم الحالات اللي معظم حالات السوفت تيشو تيومر بتكون سبوراديك، تمام؟ ومينوريتي يعني قلية قليلة بتكون with germ line mutation، نتيجة لميوتيشن، او خلينا نحكي انه متوارث. يعني الماجوريتي بتكون سبوراديك، يعني حالات متفرقة ما لها دخل بالجانب الوراثي، تمام؟ زي الـ as part of inherited syndrome، يعني العادة اللي بتكون موارثة بتكون نتيجة لسندروم معين، زي للناس اللي عندهم الفروماني سندرومز أو النيوروفايبروماتوسيس تايب 1، تمام؟ some have a specific gene lesion، يعني بعض السوفت تيومر إلو specific gene، يعني مثلا أنا شفت translocation مثلا 12-11 مثلا 17، هذا بيدل على تيومر فلان، هيك يعني البيناين تيومر هو يعني العدد الحالات او شو اسمه نسبة الاصابة بالبيناين تيومر بتكون 100 مرة ضعف المالجننت تيومر، يعني انه عدد البيناين تيومر بالسوفت تيشو بيفوق عدد المالجننت تيومر اللي بيكون بالسوفت تيشو. باليو اس اي بحكي لنا انه الساركوما يعني المالجننت تيشو تيومر نسبة الانسيدنت، نسبة النيو كيسز بتكون 12,000 بالسنة، وعادة بتشكل الساركوما أقل من 1% من كل هاي الحالات، تمام؟ المالجننت تيومر arise دي نوفو or after recurrent، يعني عادة المالجننت تيومر بنشأ من لا شيء، من العدم، تمام؟ أو شو اسمه after recurrent، يعني إنه يعني بعد ما احنا نعالج مثلا تيومر برجع بظهر، او بعد الايش لا سوري after recurrent benign tumor، يعني يا هو بنشأ من لا شيء او بيكون يعني benign benign tumor وتحول ل malignant tumor، تمام؟ malignant soft tissue tumor are graded according to differentiation mitosis and necrosis، يعني malignant soft tissue tumor يعني المالجننت يعني المرض السرطانات السوفتيش الخبيثة بقسمها حسب إيش graded، حسب الديفرنشيشن هاي واحد، الميتوسيز والنيكروسيز، من grade 1 لا grade 3. grade 1 بسموه low grade، هاي عادة الساركوما فيها may recur، يعني ممكن تعالجه ويرجع يعود الظهور، but rarely انه يعمل metastasize، rarely انه يروح على عضو ثاني زي البون زي اللانجو whatever. يعني هسا البروغنوسيس depend on، هسا بالنسبة احنا كيف منقسمها حكينا باعتمار differentiation mitosis والnecrosis، نقسمها grade 1 grade 2 grade 3، وحكينا ان grade 1 هون ممكن يصير في عندك recur، يعني يرجع يظهر المرض مرة ثانية، لكن ريلي يعمل ميتوسيس. لكن أنا كيف بدي أعرف البروغنوسيس، يعني كيف أنه أحكي هذا الشخص
حالته منيحة يعني نسبة الشفاء كثير عالية. هذا بيعتمد على التايب، إنه الجريد هو جريد 1 ولا جريد 2 ولا جريد 3. هسا الستيج يعني كم لينف نود والسايز تبع التيومر. مثلا إذا كان التيومر مثلا أقل من 5 سنتي أو بيساوي 5 سنتيمتر، نسبة ثواني بس نسبة إنه هاي التيومر يعمل ميتاستاسيس بتكون تقريبا 30%. لكن إذا زاد حجم التيومر عن 5 سنتيمتر، هنا شو اسمه نسبة إنه يصير يعمل هذا التيومر ميتاستاسيس بتكون جدا أعلى. هسا موقع السوفت تيشو تيومر قد يكون يا سوبرفيشل يا ديب، والسوبرفيشل دائما أحسن لأنه ممكن ينفع مع السيرجيكال ريسكشن، الإزالة الجراحية. فمن هون يعني هاي مقدمة جدا لطيفة، بدي اياكم تعرفوا إنه الكلاسيفيكيشن بيعتمد على التيشو، بيعتمد على التيشو اللي بيطلع منه هذا التيومر. معظم الحالات بتكون سبوراديك، ما لها علاقة بالوراثة، لكن أقلية قليل لها علاقة بالميوتيشن والوراثة وهي القصص. البنين تيومر عددهم 100 مرة ضعف المالجننت. أشوف هون ما أتوقع شيء، بس إنه ظل إنه السوبرفيشل دائما بيكون أفضل من التيومر اللي بتكون سوبرفيشل، أفضل من اللي ما تكون ديب. تمام. هسا السوفت تيشو تيومر، السوفت تيشو تيومر ممكن يطلع من أديبوس تيشو، تمام، وعادة البناين بنسميه لايبوما، والمالجنن بنسميه لايبوساركوما. بالنسبة لي هذا كله رح أسحبه عليه لأنه هو مقدمة، ما في أي داعي إن نقرأه مع بعض، رح نفصل فيه كل إشي. تمام. هسا تيومرز اوف اديبوس تيشو، السرطانات الناشئه من اديبوس تيشو، زي ما حكينا انه السوفت تيشو تيومر احنا بنصنفها حسب ايش، حسب التيشو اللي بتطلع منه. تمام. بالنسبه لاول تيومر رح نحكي عنه، بيطلع من الاديبوس اديبوس تيشو، ايش بنسميه لايبوما. لايبو نسبه الى ايش الاديبوس تيشو، اوما بدل انه بيناين، بدل انها بيناين، بحكي لنا انه هي most common soft tissue tumor in adult. يعني إذا إجانا سؤال بالامتحان وسألنا شو هو ال most common soft tissue tumor بالأدلت، هو اللايبوما. إيش هو اللايبوما؟ majority superficial، يعني عادة اللايبوما بتصيب يعني بتكون موجودة بالسوبرفيشل، ما بتكون ديب. تمام. بالسبكوتينيوس تيشو، يعني تحت الجلد. ممكن قد تكون كتلة واحدة سنجل أو مالتيبل، ممكن تكون أكثر من كتلة، وممكن تكون لها علاقة بالوراثة. تمام. نو مالجنانت ترانسفورميشن، يعني هاي مستحيل لايبوما تتحول لأي نوع سرطاني، لأي نوع سرطاني. إذا بتطلع عليها بالعين المجردة، يعني تطلع عليها بتلاقيها هي عبارة عن سيركمسكرايبز يلو ماس، هي عبارة عن كتلة صفراء حوافها بتكون واضحة، يعني هاي دليل إنها ماتور. يعني بس إحنا نحكي سيركمسكرايب يعني دلالة إنها ماتور أديبوز، ماتور أديبوز سيل. تمام. ممكن يكون عندنا many histological variants. هاي بالنسبة لللايبوما. اللايبوما حكينا زي ما حكينا هو the most common soft tissue بالأدلت. مين هو اللايبوما؟ معظمها بيكون عبارة بيكون معظمها بيكون superficial subcutaneous تحت الجلد، بتكون ممكن تكون single أو multiple، ما إلها أي خطورة إنها تتحول لmalignant. وإذا تطلع عليها بتشوف بالعين المجردة بنشوفها عبارة عن كتلة صفراء حوافها واضحة، اما تحت الميكروسكوب بيبين لك انه هي عباره عن ماتور، لانه ايش اصلا انها هي سيركمسكرايب، يعني حوافها مبينه، فهي دلاله انها عامله ماتور. اما هاي بالنسبه للنوع البيناين اللي بنشا من الاديبوس تيشو. اما النوع المالجننت من السوفت تيشو ايش بنسميه؟ لايبو، لانه طالع من الاديبوس تيشو. ساركوما يعني مالجننت. تمام. عاده هذا بيصيب الادلت اللي اعمارهم ما بين الخمسين للستين. لوكيشن تبعه بيكون ديب، لكن بالمقابل لايبوما بيكون ايش سوبرفيشل. تمام. اللايب ساركوما ديب سوفت تيشو، هو له بيتر بروجنوسيس، يعني البروجنوسيس تبعه جيد. وعاده مش بس الديب سوفت تيشو، كمان الريتروبيريتو الريترو، هسه البيريتونيوم هو الغشاء الذي يحيط بمنطقة الأبدومين. فاللايبوساركوما ممكن ما بيكون سوبرفيشال، بيكون يا ديب يا بالريترو بيريتونيوم. تمام. بالنسبة بالعين ايش بنشوف؟ بنشوف انه هي عبارة عن لارج يلو جلستينج ماس، عبارة عن كتلة صفراء كبيرة وبتلمع. تمام. البروجنوسيس تبع اللايبوساركوما بيعتمد على التايب، نوع الخلايا اللي بتكون فيه، والسايتس حسب المكان، هو
هو بيكون ديب ريتروبيريتونيوم وحسب السايت اللي بيكون فيها. هسا هيستولوجيكلي احنا بنقسم الليبوساركوما الى ديفرنت جريد. ما احنا حكينا المالجنت بنقسمها حسب ايش حكينا، حسب الديفرنشيشن، حسب الميتوسيس، وحسب ايش النكروسيس اللي بيكون فيها الى جريد 1 و 2 و 3 صح. هسا جريد 1 احنا شو بنشوف فيها؟ ويل ديفرنشيتد، يعني خلايا متميزه بشكل ممتاز تمام. وعاده بيكون فيها لو جريد اللي بيميزه زي ما حكينا انه السم التيومر عندهم سبيسيفيك جين ليجن. فاللي بيكون بلو جريد من الليبوساركوما بيكون عندهم امبليفيكيشن بالكروموسوم 12 تمام، على الذراع الطويله بيكون عندهم مضاعف، وهذا بياثر على جين اسمه مدام 2 تمام، مدام 2 جين، هذا بيكون لو جريد. اما الجريد 2 بنسميها ميكزويد تايب. وهذا احنا كيف بحكي انه جريد 2 عاده بيكون في الترانسلوكيشن 12 16، فاذا كان موجود عنده 12 16 فانا بصنف هذا الشخص عنده هو من جريد 2 من الليبوساركوما تمام. اما جريد 3 بيكون عنده رامسل، خلايا بتكون مدوره وبليومورفيك، يعني متعدده الاشكال. فانا بحكي يا لو جريد، يا جريد 2 يا جريد 3. طب ايش اللي بيحدد؟ حسب ايش الميوتيشن اللي بتكون موجود فيها. باللو جريد عاده بيكون اللي متاثر عندك مدام جين، جريد 2 اللي هو الميكزويد تايب بيكون عنده ترانسلوكيشن 12 16، جريد 3 راوند سيل وعاده بتكون بليومورفيك. لايبوبلاست، هاي احنا بلاست يعني اماتشور فات سيل ميبي ايدنتيفايد، ممكن يكون عندنا يعني لو جريد والجريد 2 جريد 3، لكن جريد 4 او خنات ممكن نعتبره جريد 4، مش متأكدة صراحة. لا نشيل هالفكرة على جنب، ممكن يكون مش ماتشور، ممكن يكون اماتشور اللي هو اللايبو بلاست ممكن نلاقيه باللايبو ساركوما. هسا الميكزويد والراوند سيل شير ذا سيم جينيتك بروبلم، يعني الجريد 2 اللي احنا كنا نشوف فيه الميكزويد تايب او الميكزويد سيل والراوند سيل اللي كنا نشوفها بجريد 3 ممكن اشوف فيهم نفس الجينيتك بروبلم. اتوقع يعني انه هو هون معناها انه ممكن نشوف فيها نفس الترانس لوكيشن تمام. هاي بالنسبه للسرطانات اللي بتطلع من الاديبوس تيشو، قد تكون بيناي بنسميها لايبوما تمام. واللايبوم بدي اياكم تعرفوا ايش في بي 9 تمام. كمان بتكون عاده بتكون بالسوبر فيشل subcutaneous tissue، ما في no malignant transformation تمام، وعادة بتكون mature. أما بالنسبة إلى lipo من نوع malignant liposarcoma تمام، هاي بتكون malignant تمام، ومنشوفها يا deep يا retroperitoneum تمام. ومنها في جريد 1 جريد 2 جريد 3، وفي منها ممكن يكون اماتشور مسمي اللي بيكون بيحتوي على اللايبوبلاست. والميكزويد والراوند سيل ممكن يكون فيها نفس الجينيتك بروبلم، يعني ممكن بتشوف جريد 2 جريد 3 نفس الترانسلوكيشن وهو 12 16. هسه حننتقل الى الفايبرس تيومر رياكتيف بروليفريشن. هلا رح نحكي عن الفايبرس تيومرز، يعني السرطانات اللي بتنشأ من الفايبرس تيشو. نبدأ بأول واحد وهو النوديولر فاشيايتس. نوديولر فاشيايتس هو بيناين ليجن. كتعريف هو عبارة عن سيلف ليميتد فايبروبلاستيك مايو فايبروبلاستيك بروليفريشن. بروليفريشن هي عبارة عن تكاثر أو زيادة عدد الفايبروبلاستيك اللي هي الإماتور، خلايا إماتور بتكون مسؤولة عن إنتاج فايبر تمام. والمايو فايبروبلاستيك هي عبارة عن الفايبرو، المايو معناتها مصلز، يعني عبارة عن خلايا الفايبروبلاستيك بصير فيها بروليفريشن تمام. فريكوينتلي مس ديجنوز السركوما، يعني بالغلط ممكن يعتبروها انه مالجنت لكن هي بيناين تمام. موستلي افكت young adult and present as rapidly enlarging sometime painful mass، يعني بالعادة عمين بتأثر على young adult، عمين بتأثر على young adult وبتظهر كأنها كتلة rapidly enlarging، يعني عبارة عن كتلة بتزداد حجمها بسرعة كثير كبيرة، وفي بعض الأحيان بتكون painful مؤلمة
هاي الكتلة بتكون مؤلمة. هلا احنا حكينا انه هي عبارة عن بروليفريشن لمين؟ للفايبروبلاستيك والمايو او المايوفايبروبلاستيك صح؟ وحكينا انه هي بتكون باليانج ادلت وبصير وهي عبارة عن رابد انلارجينج ماس صح؟ طب وين هاي الماس بتتكون؟ الماس هاي بتتكون عادة بالأبر إكستريميتي أو الترنك، أبر إكستريميتي أو الترنك تمام؟ ممكن أفرجيكوا صورة إلها بس ثواني. إذا بتلاحظوا هون في عنا كتلة عم تظهر على على هذا الشخص، هاي عبارة عن النودولر فاشيايتس، نودولر فاشيايتس تمام؟ هسا الهيستوري أوف لوكال تروما إن 25 ل 50% من الكيس، عادة النودولر فاشيايتس بتظهر لشخص كان يعني تعرض لوكال تروما. ايش يعني لوكال تروما؟ يعني حدا ضربه بوكس او كذا او تعرض لضربة المهم، فبصير عنده هذا الشخص كمضاعفة اللي هو النودولر فاشيايتس. فمشان هيك قد يكون رياكتف او نيوبلاستيك. ايش يعني رياكتف؟ يعني ما بيكون هو مش عبارة عن كانسر هون تمام، بيكون نتيجة للضربة اللي أكلها هذا الشخص. أما نيوبلاستيك يعني بهون سرطاني تمام. وعادة إذا كان نيوبلاستيك منلاقي فيه ترانسلوكيشن كثير مميز، وزي ما حكينا إنه السوفت تيشو تيومر اللي بميزها إنه في بعضه عنده سبيسيفيك جين ليجن. فهنا الجين هون إيش بيكون؟ هو عبارة عن ترانسلوكيشن ما بين كروموسوم 17-22 اللي هو مه 9 USB 6، هذول الجينات اللي بصيرهم ترانسلوكيشن اللي بيكون من كروموسوم 17 و22 تمام، بس فيهم فيوجن هذول الجين وبكونوا المه 9 USB 6 تمام جين. similar reactive lesion in muscles is myositis ossificans. ممكن نفس هاي الأشياء نشوفها بمرض ثاني وهو الميوسايتس أوسيفيكانت. شو يعني أوسيفيكانت؟ يعني أوسيفيكيشن، يعني إيش؟ عملية تكوين بون جديد. وين؟ بالميو، بالميو يعني مصز، هي تكون بون بالعضل تمام هيك. هسا المورفولوجي أنا كيف كيف بيكون شكل النودولار فاشيايتس؟ بيكون انكابسوليتد، ما بيكون عليه كابسوليتة، انكابسوليتد سيركمسكرايب اور سلايتلي، يعني بيكون حوافه مبينه وبيكون ما عليه كبسوله تمام. بيكون بيعمل سلايتلي انفلتريشن، وعادة بيكون حجمه أقل من 3 سنتيمتر تمام، وبتكون سبكوتينيوس مش ديب، بسبكوتينيوس تيشو أو بالفيشيا تاعت المسلز. إحنا حكينا أصلا في عنا فيشيا سوبرفيشيال فيشيا والديب فيشيا اللي بتحوط اللي بتحاوط المسلز تمام. فزي ما لاحظنا إنه إيش بتكون أن إنكابسوليت، ما بيكون عليها كبسولة، بتكون أقل من 3 سنتيمتر وبيكون موقعها إما بالسبكوتينيوس أو بالفاشيا. هلا اندر الميكروسكوب بتبين انها هي عباره عن اماتشور فايبروبلاست. فاحنا اصلا من الاساس حكينا كتعريف للنودولار فاشيايتس عباره عن بروليفريشن للفايبروبلاستيك، فاكيد احنا راح نشوف فايبروبلاست تمام. اماتشور ابييرينج فايبروبلاست وذ نمرس مايتوسيس بات نو اتيبيا. ايش يعني نو اتيبيا؟ نو اتيبيا او التيبيا هون بيكون يعني انه ما بيشبه النورمال، النورمال كيشو تمام. بس هون بحكينا ما في عنا كتغير للنسيج او بيكون مش طبيعي، فبتنو اتيبيا سيت ان ماكزويد باك جراوند، الباك جراوند بتكون تبعته ماكزويد تمام. زونيشن جريدينت اوف ماتوريشن تمام. فهون احنا هيك بنكون خلصنا النودولار فاشيايتس اللي هو عباره عن بروليفريشن للفايبروبلاستيك والمايوفايبروبلاستيك. عاده بنشوفه باليانج ادلت. رابيدلي انلارجينج ماس بتكون بينفول، عاده بتكون بالابر اكستريميتيز او الترنك، وممكن ممكن تكون رياكتيف اور نيوبلاستيك. والنيوبلاستيك بشوفها ترانسلوكيشن كثير مميز هو 17-22 تمام. المورفولوجي بتكون هي عبارة عن انكابسوليت، ما بتكون عليها كبسول، بتكون أقل من 3 سنتيمتر، بتكون سبكوتينيوس أو بالفاشيا أو بالمسلز، وبتكون اماتشور تحت الميكروسكوب، اماتشور فايبروبلاست مع ماكزويد باك جراوند. بيكون عندنا نو اتيبيا، نو اتيبيا يعني ما يعني ما في عندنا تغير مالجننت تمام، بيكون هو عبارة عن نورمال. هلا نبدأ بالفايبروماتوسيس. فايبروماتوسيس
هو عبارة عن group of fibroblastic proliferation، هو عبارة عن proliferation للفايبروبلاست زي nodular fasciitis grown in infiltrative fashion، يعني هو بيخترق surrounding tissue، recur after surgical excision، يعاود الظهور بعد ما أعمل عملية جراحية وأشيله، but do not metastasize. هاي كثير مهمة إنه ما بيعمل metastasize، وصح بيعاود الظهور لكن ما بيعمل metastasize، وعادة بس بيعمل infiltration يعني بيكون local. Various age group ممكن يأثر على أعمار مختلفة، وإله various type، رح ناخد 2 منهم، اللي منه بيكون superficial وبعده بيكون deep. تمام، superficial عادة بيأثر على البالمر، الديب بيأثر على الابدومينال وول واللمب واللمب جيردل. superficial بسميها إذا أثر يعني صار عندنا fibromatosis بالبالمر بيكون منسميه، وبيكون superficial منسميه dubutrine contracture. أما بالنسبة إلى الديب ومنسميه desmoid tumor. desmoid tumor أنا مش بس بشوف السوبرفيشال فايبروماتوسس بالبالمر، ايضا بشوفها بالبلانتر، بشوفها ايضا بالبينس. بالنسبه هاي بالنسبه لكل شيء للسوبرفيشال. بالنسبه للديب تن تو بي مور اجريسيف، يعني الديب بيكون اكثر عنف واكثر قوه من السوبرفيشال. قد تكون عندنا كتله واحده سنجل او اكثر من كتله تظهر عندنا بيكون مالتيبل. الديب ممكن اشوفها بشخص عنده جاردنر سيندروم. جاردنر سيندروم ايضا ذكرت معنا بمحاضره البون تيومر، وكان الشخص اللي عنده جاردنر سيندروم ممكن ينصاب بالمالتيبل اوستيويد اوستيوما، مالتيبل اوستيو أوستيوما، صح؟ فأيضا الشخص اللي عنده جاردنر سيندروم معرض إنه يصير عنده أو يظهر عنده الفايبروماتوسيس. تمام، بيكون عندنا ABCB كاتينين جين ميوتيشن، بيكون عندنا ميوتيشن بالABCB كاتينين ميوتيشن. فهاي كل ما يخص الفايبروماتوسيس. هسا رح نحكي عن مالجننت تيومر بنسميه فايبروساركوما. فايبروساركوم بما إنه ساركوما هذا دليل إنه مالجننت. majority affect adults. عادة الفايبروساركوما معظمها بيأثر على الأدلتس. تمام، السايتس موقع الفايبروساركوما ممكن تكون بالديب تيشو اوف ذا ثاي، بتكون بالثاي او بالني او بالريتروبريتونيوم. بالثاي بالني بالريتروبريتونيوم، خلينا نذكر مع بعض، الفايبروساركوما بالثاي والني والريتروبريتونيوم. بالنسبة للفايبروماتوسيس وين كنت اشوفها؟ كنت اشوفها يا بالبالمر اذا كان سوبرفيشال، والبلانتر والبينس، اذا كان ديب بشوفها بالابدومينال وول واللمبر لمب جيردل. تمام، اما بالنسبه الى النودولار فاشيايتس كنت اشوفها وين؟ كنت اشوفها على الترانك الابر اكستريميتيز والترانك ابر اكستريميتيز والترانك. تمام، نرجع نكمل عن فايبروساركوما. they tend to grow slowly، يعني هو بنمو ببطء، هو مالجننت بنمو ببطء. تمام، سوليتري or well circumscribed، يعني هي بتعمل infiltration وعادة بتكون لها حواف بتكون واضحة. تمام، هسا تحت الميكروسكوب هي عبارة عن fibroblast. تمام، بتكون مرتبة على شكل herring bone pattern، يعني بتكون مرتب بهذا الشكل، فجيكوا صورة عليها هيك بهذا الشكل المنظم. تمام، بتكون هذا بنسميه herring bone pattern، herring bone pattern. تمام، recurrence and metastatic rate depend on the grade، يعني هي بتعمل recurrence وبتعمل metastasis، بتروح على على أورغان آخر. ريكارنت يعني بعد ما أشياء بترجع بتعود الظهور، لكن نسبة واحتمالية حدوث هذول التنتين بتعتمد على الجريد، هل هو جريد 1 جريد 2 جريد 3 وهكذا. تمام، بالنسبة نرجع نعيدوا مع بعض، إن نودولار فاشياتس زي ما حكينا وين بتكون؟ بالأبر إكستريميتي والترانك. الفايبروماتوسس بتكون بالبالمر، وبتكون بالنسبة إذا كان سوبرفيشل وبلانتر وبينس، ديب أبدومينال وول لمب جيردل. فايبروساركوما عادة بنشوفها بالثاي والني والريتروبيريتونيوم. ريتروبيريتونيوم. تمام، هلا بيظل عندنا اخر اشي رح نحكي عنه بالتيومر، الفايبروس تيومر، وهو الفايبرو هيستوسيتيك تيومر. فايبرو هيستوسيتيك تيومر several type، في منه أنواع عديدة. تمام، زي مين كان منه several type؟ زي الفايبروماتوسس كان في عندك various type وحكينا منهم two type. تمام، قد يكون الفايبرو هيستوسيتيك تيومر قد يكون benign حميد، malignant خبيث، or borderline لا بقدر أحكي عنه benign ولا بقدر أحكي عنه malignant بيناتهم. تمام، majority occur in adult، أين تحدث الفايبرو هيستوسيتيك تيومر؟
تيومر عادة بالأدلت، زي مين كما حكينا بالأدلت ماجوريتي الفايبروساركوما أيضا بتظهر في الأدلت، تمام؟ superficially once are usually benign. عادة اللي بتكون superficial الفايبروهيستوسيتيك تيومر اللي بتكون superficial عادة هاي تعتبر من نوع البينين مش المالجنانت ولا البوردرلاين. الديب بيعتبر مالجنانت، تمام؟ وعادة بيكون لارجر أكبر وعنده هاي بليومورفيك، يعني بيكون متعدد الأشكال بشكل أكثر، وميتاستاسينج يعني بيعمل ميتاستاسيز، تمام؟ بعالج أنا الفايبروهيستوسيتيك تيومر إنه بعمل الأكسجين وبتخلص منه وبطلعه. هلأ رح نحكي عن أنواع الفايبروهيستوسيتيك تيومر. إحنا حكينا في منه بيناين وفي منه مالجنانت، في عنا بوردرلاين. طيب هسا بالنسبه للبينين ايش هو ايش بنسميه النوع من الفايبروهيستوسيتيك تيومر اللي بيكون بينين؟ بنسميه بينين فايبروسيس هيستيوسايتوما، بينين فايبروسيس هيستيوسايتوما، بينين فايبروسيس هيستيوسايتوما، تمام؟ او الاسم الثاني بنسميه ديرماتوفايبروما اذا كان بالديرم يعني بالجلد، يعني بالديرم استبقات الجلد، تمام؟ هو كومن تيومر يعني هو شائع، تمام؟ وبيكون سيركمسكرايب تيومر حوافه واضحة، تمام؟ وبيكون بالسبكوتينيوس أو بالديرمس، وعادة بيكون أصغر من 1 سنتيمتر، تمام؟ فاللي بدي اياكم تعرفوه من الفايبروهيستوسيتيك تيومر إنه في عنا فاريوس تايب، قد يكون بيناين ومالجنانت أو بيكون بيناتهم اللي هم سموه borderline. اللي بيكون superficial بيكون benign، الديب بيكون malignant. هسا بالنسبة للنوع البيناين من الفايبروهيستوسيتيك تيومر بيكون عبارة عن benign fibrosis histiocytoma، benign fibrosis histiocytoma، تمام؟ وعادة هو بيكون common وأقل من 1 سنتيمتر. أما بالنسبة إلى النوع بيعتبروه مش malignant ولا benign، يعني borderline، هو عبارة عن dermatofibrosarcoma protuberans، تمام؟ هو بيكون زي البيناين فايبروسيس هيستيوسايتوما، لكن بيكون اكبر ولارجر وديبر. احنا حكينا انه اللي بيكون ديب عاده يعتبر مالجنانت، تمام؟ لكن هون بيكون حكينا لا ما بقدر احكي عنه لا مالجنانت ولا بحكي عنه بيناين، تمام؟ مايتوسيس ار بريزنت، المايتوسيس بيكون ظاهر، وفي عندك بيكون سي دي، في عندك ماركر مميز للشخص اللي عنده ديرماتو فايبروساركوما بروتيوبرانس اللي هو بيكون بوزيتيف لا ايش السي دي 34 سي دي 34، وعادة بيعمل ريكرنس بعد ما اعمل له اكسجين، تمام؟ بالنسبة الى النوع اللي بيكون مالجنانت، تمام؟ احنا حكينا عن البيناين وحكينا عن البوردر لاين. اما المالجنانت ايش بسميه اندفرنشيتد بليومورفيك ساركوما، اندفرنشيتد بليومورفيك ساركوما، تمام؟ هذا كل شيء بما يخص الفايبرس تيومر. حكينا عن 4 اشياء، النودولار فاشياتس اللي ممكن يكون يا رياكتيف يا بيكون نيوبلاستيك، وحكينا عن فايبرومات، تمام؟ وحكينا ايضا عن فايبروساركوما وهو مالجنانت، وحكينا عن فايبروهيستوسيتيك تيومر اللي بيكون منه سيفرال تايب، قد يكون بيناين اور بوردرلاين اور مالجنانت. هسه رح نحكي عن اخر موضوع انه القبل الاخير هيك بيكون اللي هو تيومرز اوف سموث ماسلز، يعني السرطانات اللي بتنشا من ايش السموث ماسلز. رح نحكي بالبدايه عن اللايو مايوما، أوما معناته هذا النوع البيناين، والليو مايوساركوما بما إنها ساركوما فهو هذا النوع المالجنانت. ليوميوما زي ما حكينا أوما معناتها بيناين، تمام؟ is most common in the uterus but can arise in any soft tissue، يعني هو بيظهر عادة وين باليوترس، تمام؟ لكن ممكن إنه يخرج من أي تيشو آخر، لكن most common إنه أشوفه باليوترس. اليوترين ليوميوسيز are common and may cause a variety of symptoms including infertility and menorrhagia، يعني اليوترين ليوميوسيز
ديزيز هي عبارة عن الألياف الرحم، تمام؟ هي كثير شائعة وممكن يجي الشخص هذا بيعاني من عدة سيمتومز بتتضمن infertility والمينوريجيا. الليوميوسيز also may arise from the rector pili muscles اللي هي البيلر ليوميوماز in the skin. هاي مش كثير مهمة صراحة. Rarely in the deep somatic soft tissue or gastrointestinal tract. من النادر انه يطلع من الديب سوماتيك سوفت تيشو اللي بتكون ديب سوماتيك سوفت تيشو او من الجاستروانتستينال تراك. فزي ما حكيت لكم الموست كومن باليوتراس، ممكن يطلع من اي مكان اخر، تمام؟ بالنسبه الى الليوميوساركوما، بما انها ساركوما معناته هي مالجنت، والليوميوساركوما بتمثل 10 ل 20% من السوفت تيشو ساركوما، من كل الساركوما السوفت تيشو ساركوما من 10 ل 20% بتكون من نصيب الليوميوساركوما، تمام؟ الليوميوساركوما بريزنت از بينلس في فيرم ماس، يعني زي ما هي بما انها مالجنت فاكيد بدها تكون بينلس، تمام؟ يعني بتكون ما بيكون فيها الم، كتله ما بتكون مؤلمه، تمام؟ بنشوفها باليوترس او بالسوفت تيشو زيها زي الليوميوما، بنشوف كلاهما باليوترس. ممكن المالجنت ايضا مش بس باليوترس، ممكن اشوفه بالسوبرفيشال سكن، ممكن اشوفه بالإكستريميتيز والريتروبيريتونيوم. فبشوفه باليوترس أو بالسوفت تيشو لليوميوساركوما. يعني هاي نقطة تشابه بين الليوميوما والليوميوساركوما، إنه الاثنين بشوفهم وين باليوترس، وين بشوفهم باليوترس. الليوميوساركوما ممكن أشوفه بالسوبرفيشن، ممكن يكون أكبر وديب أشوف بالإكستريميتيز والريتروبيريتونيوم. هاي بالنسبة للتيومر أوف سموث ماسلز. هسا رح نحكي عن تيومر أوف سكيليتال ماسلز. Tumor of skeletal muscles almost all are malignant. معظم التيومر اللي بتطلع من skeletal muscles غالبا تكون malignant. غالبا ايش بتكون؟ هلا بالنسبة للرابدو مايوساركوما، بما انه رابدو فهي دلالة انه هي عبارة عن skeletal muscles، اما ليو دلالة انها smooth muscles، تمام؟ الرابدو مايوساركوما most common of children and adolescent، يعني هو most common malignant tumor. وين بيكون؟ بالchildren والadolescent. children والadolescent طبعا الرابدوميوساركوما مش نوع واحد، انما هو عدة انواع إله. في منه subtypes، قد يكون embryonal، ومش 60% من الحالات الرابدوميوساركوما بتكون عبارة عن embryonal. ممكن يكون alveolar بتمثل 20% or pleomorphic ايضا بتاخد نسبة 20%. بنشوف في عنا translocation، بنشوفه من نوع alveolar type. احنا حكينا مش الرابدوميوساركوما ثلاث انواع اللي هو الامبريونال والالفيولر وبليومورفيك. هسا الالفيولر في عندك ترانسلوكيشن كثير مميز فيها، هو عباره ترانسلوكيشن 2-3، ترانسلوكيشن 2-3 بيعمل فيوجن بصير عندنا فيوجن بجين اللي هو باكس 3 وفخر بصير في عندهم فيوجن، وبسبب الايش الترانسلوكيشن 2-13، وهذا بس بنشوفه بالالفيولر تايب، بس بالالفيولر تايب. الاذر تايب بيكون عندك جينتيك هيتيروجينس، تمام؟ عادة الرابدوميوساركوما وين بنشوفها؟ بالسوفت تيشو، بالهيد والنك والجينيتو يوريناري اتراكت. سوفت تيشو، هيد، نك، جينيتو يوريناري اتراكت، تمام؟ هسا هو اجريسيف تيومر، ما هو مالجننت فاكيد رح يكون اجريسيف. الحل تبعه انه نعمل يا سيرجري يا نعطي كيموثيرابي. سيرجري وكيموثيرابي، تمام؟ برجع بكرر هون انواعه. الامبريونال اللي هو كان شك 60% فهو المينلي بنشوفه بالهيد والنك، تمام؟ والجينيتو يوريناري تراك. الالفيولا اللي كنا نشوف فيه الترانسلوكيشن مميز اللي هو 2-13، هذا بيكون بنشوفه وين؟ بالاكستريميتيز للادوليسنتس. اما بليومورفيك بنشوفه وين؟ بالسوفت تيشو. بالسوفت تيشو يعني هون مش حكينا ايش المناطق اللي بنشوف فيها، فالهيد والنك هذا بيروح للامبريونيك، والجينيتو يورينري تراك بيروح للامبريونيك. السوفت تيشو بشوفه بالبليومورفيك، والالفيولر بيكون بالاكستريميتيز بالادوليسنت. هسا مشان اكتشف الرابدوميوساركوما اكيد بالمختبر احطه عليه بعد الصبح
صبغات. فعادة رابدوميوساركوما الخلية اللي بيكون فيها بتكون بوزيتيف لعدة أشياء، منهم الدزمين والميوجينين والميود ون. تمام، هذول اللي عادة بيكونوا بنصبغوا بالصبغات، الخلية اللي بتكون أو المكان اللي بيكون فيه رابدوميوساركوما اللي بيظهر فيه هذا النوع من السرطان بيكون بوزيتيف لكل هاي الأشياء. الدايجنوسيس عادة بتعتمد إنه يطلع عندك رابدوميوبلاست اللي بيكون شكلها زي الستريبسل أور ترادبول سيل. تمام، هس البروغنوسيس وورسن إن ذيس أوردر، يعني هو صح أجريسيف. وهس بالنسبة للأنواع بالترتيب، في واحد بيكون البروغنوسيس منه أسوأ من الثاني بالترتيب، هذا كتير مهم، اللي هو إنه الإمبريونال هو اللي بيكون أفضل إشي، بعدين البليومورفيك، بعدين الألفيولر اللي منشوف فيه الترانسلوكيشن 2-13. هاي كل إشي بخص الإيش التيومر أوف سكيليتال مسلز. هلا رح نحكي عن تيومر أوف أنسيرتين أوريجين. إحنا حكينا إنه تيومر عادة بنسميها أو سوفت تيشو تيومر حسب المكان اللي بتطلع منه، لكن البعض منه بيكون مش عارفين شو المصدر تبعه. تمام، فرح ندرس عن ساينوفيال ساركوما والأندفرانشييتد بليومورفيك ساركوما ونختم المحاضرة إن شاء الله. هلا بالنسبة للساينوفيال ساركوما، بما انه ساركوم معناته هذا النوع مالجنت، 10% of all soft tissue ساركوما بيمثل 10% من كل soft tissue ساركوما. اما حكينا هون عن الرابدوميو ساركوما كم كان يمثل، كان اللايوميو ساركوما كان يمثل من 10-20% من كل soft tissue ساركوما. cell of origin is unknown، يعني مين الخلية اللي صار عليها mutation وتحول وصار في وكونت هذا النوع من السرطان ما حد بيعرف. تمام، الايج اللي عاده ممكن تصير من 20-50. موست ار ان ديب، ما هو ساركوما. تمام، وعاده زي ما لاحظتوا انه اغلب اللي بيكونوا مالجنت بيكونوا ديب. تمام، وبيكونوا adjacent to joint، حوالين الجوينت، وعاده بيكونوا حوالين مين، الني، عاده ممكن يصيبوا الني. تمام، rarely intra articular، يعني من النادر انه يدخلوا لداخل الجوينت، هم بس بيكونوا around the joint. في عندنا special translocation بالساينوفيال ساركوما وهو X18. X يعني اي كروموسوم مع الكروموسوم 18، بيصير في عندنا fusion ب SS18 X encode transcription factor which drill cell cycle controls. يعني المهم هون تعرفوا انه في عنا specific translocation وهو X18. قد يكون biphasic or monophasic. biphasic يعني بيحتوي على 2 type من cells واللي هم الابيثيليال والسبندل cell. تمام، monophasic بيحتوي على نوع واحد من الخلايا وبيكون positive، يعني بالمختبر بس يصبغوه بيكون positive للسي كي اللي هو سايتو كيراتين والإبيثيليال ممبرين أنتيجين. تمام، هو أجريسيف. تمام، كيف بعالجه تريتد with limp sparing surgery and chemotherapy. بعالجه إني بعمل سيرجري وبعطيه كيموثيرابي، وممكن هذا التيومر يعمل بتاسيز على اللنج والبون واللمف نود، والسيرفايفل بتكون ب 25-62% بتكون إنه ممكن نعيش 5 سنوات، وهذا بتعمل على وين وصل ستيج والايج تاع المريض. هذا بالنسبه للساينوفيال ساركوما. بالنسبه للاندفرنشييتد بليومورفيك ساركوما حكينا عنه بالاعلى، وكان بتبع لمين؟ للفايبروهيستيوسيتيك تيومر، للفايبروس تيومر. تمام، هنا رجعوا حكونا ايش هو الاندفرنشييتد بليومورفيك ساركوما، بيكون هاي جريد، ما هو ساركوما فاكيد رح يكون هاي جريد. تمام، بليومورفيك من اسمه اندفرنشييتد بليومورفيك ساركوما، يعني متعدد الاشكال الخلايا ما بتكون متشابهه. نوت كلاسيفابل انتو انذر، يعني هسه انا بس هنا هذا السرطان جدا مميز لا يشبه اي سرطان آخر، فبالتالي في أشياء كثير مميزة تخليني أعرف إنه هذا هو عبارة أو هذا السرطان هو الأندفرنشييتد بليومورفيك ساركوما. تمام، بالنسبة لل
كان يسموه زمان الأولد يعني قبل هاي الأندفرانشيال بليومورفك ساركوما هو اسم جديد، لكن الاسم اللي كان قبله هو عبارة عن مالجنانت فايبرو هيستيو سايتوما. مالجنانت زي ما كان في منه بيناين فايبرو هيستيو سايتوما، تمام. موستلي أرايز إن ديب سوفت تيشو، هو مالجنانت فأكيد يطلع من ديب تيشو لميل الإكستريميتيز، تمام. وعادة بطلع من الثاي، عادة بطلع من الثاي، وبين بنشوف الأشخاص اللي ممكن تطلع منهم ال older وال middle age adults. middle age to older adult يعني ممكن من ال من ال من أشخاص أعمارهم متوسطة حتى الكبار ممكن ينصابوا فيه. هو unploid يعني عدد الكروموسومات بيكون فيها مش طبيعية. لا are you a large very weight flesh mass that can undifferentiated pleomorphic sarcoma عادة بيكون large وبيكون كتلة بيضاء، تمام. بتكون grow quite large اللي هي بيكون حجمها من 10 إلى 20 سنتيمتر. هسا النيكروسز اند هيموريج أركوما ممكن يصير في عندنا نيكروسز وهيموريج. الاندفرانشيات بليومورفيك ساركوما consists of sheets of large anaplastic spindle to pleagol cell. هاي مش كثير مهمة. الميتوتيك فينجر include atypical non-symmetric forms. هاي كمان مش مهمة. الاندفرانشيات بليومورفيك pleomorphic sarcoma are aggressive malignants that can be treated. ممكن أعالجه كيف؟ بالسيرجري والكيموثيرابي، وممكن أعطي راديشن وممكن ما أعطي. البروغنوسيس عادة بتكون بور. ممكن يعمل ميتاستاسيس ب30-50% من الحالات. فأهم إشي إنه تعرفوه بالأندفرانشيات pleomorphic sarcoma انه هاي جريد. كمان انه بنشوفه بالعاده بيأثر على الديب سوفت تيشو لمين الاكستريميتيز زي الثاي، وبنشوفه بالاشخاص بتكون ميدل ايج للاولدر، وعاده بيكون حجم هذا التيومر من 10 إلى 20 سنتيمتر. ممكن اشوف فيه نيكروسز وهيموريج، وعاده هذا السرطان ما بيشبه اي سرطان اخر. هيك بتكون خلصت محاضرتنا. بتمنى الشرح يكون عجبكم، ويعطيكم العافية ودعواتكم إليه.